10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة ضمن مباريات يورو ألمانيا 2024. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة، ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعطير التعليقات بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم منتخب تركيا أمام تشيكيا ضمن مباريات الجولة الثالثة ويورو ألمانيا 2024. المباراة على ملعب فولكسبيرغ في الأراضي الألمانية. توقيت المباراة مساء اليوم الأربعاء في 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والتاسعة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. المباراة منقولة على بين سبورت ماكس 2 والمعلق حفيظ دراجي. انتظرونا، سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله فتابعونا. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويحصل 3 نقاط مهمين ضمن مباريات الجولة الثالثة ويورو ألمانيا 2024. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.